يعني ما تقييمكم للوضع الأمني الحالي في مخيم عين الحلوة وتصاعد التوتر فيه؟ نعم، يسيطر الهدوء على الوضع في مخيم عين الحلوة منذ يوم الأمس وحتى هذه اللحظة بعد عدة خروقات سجلت لوقف إطلاق النار. نحن بالطبع نتمنى ونأمل أن يستمر هذا الوضع، خصوصا أننا كنا قد أعلنا خلال الأيام الماضية ودعونا جميع الأطراف إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال حماية للمدنيين وحتى نتمكن من تقديم المساعدة الملحة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيم، وحتى نتمكن أيضا من إجراء الاحتياجات من إجراء تقييم للاحتياجات وللأضرار داخل المخيم. المعارك التي شهدها المخيم خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل 13 شخصا وجرح وإصابة أكثر من 60 آخرين، من بينهم موظف تابع للأونروا يعمل مع الأونروا ويسكن داخل المخيم. طبعا كما أدت المعارك إلى نزوح الآلاف من سكان هذا المخيم، وبحسب الفيديوهات والصور التي وصلتنا هنالك أضرار لحقت بعدد حجم من هذا الضرر سيد فادي؟ يعني نود أن نعرف منك حجم الضرر، خصوصا وأنكم كذلك يعني وجهتم مطالب لحماية حتى مرافق الأونروا بهذا المخيم. نعم، حتى هذه اللحظة يمكننا القول أننا لم نتمكن من الدخول إلى المخيم، ولكن وذلك حتى يتم استفراغ الوضع الأمني بشكل كامل. ولكن حسب الفيديوهات والصور التي وصلتنا كما قلت هنالك أضرار لحقت بعدد من البيوت، هنالك أضرار لحقت بالبنى التحتية، هنالك أضرار حتى لحقت ببعض المدارس التابعة للأونروا، وعلى ما يبدو لن نتمكن من افتتاح هذه المدارس بداية العام الدراسي المقبل ما لم تتم هنالك عملية إعادة تأهيل سريعة لها. طيب عدم قدرتكم لدخول المخيم يعني في ظل هذه الأوضاع المتوترة كيف يؤثر على دوركم اليوم يعني في هذه الأحداث في تهدئة الأوضاع وحتى في المساعدات التي يعني تقدمونها؟ طبعا هنالك ما يزال عدد كبير من اللاجئين داخل المخيم، وبالتالي هنالك حاجة لنا للدخول إلى المخيم من أجل استئناف عملياتنا ومن أجل تقديم المساعدة الملحة كما قلت. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يستتب الوضع الأمني بشكل كامل حتى نتمكن من القيام بهذا الدور الحيوي اللازم للاجئين الفلسطينيين. طيب سيد كما أننا خارج المخيم. نعم تفضل. كنت أود أن أسألك عن يعني من خلال رصدكم طبعا للآثار السلبية مدى تأثر النازحين وكذلك خصوصا الأطفال يعني جراء هذه الأوضاع، ما البدائل لهم يعني في حال يعني عدم قدرتكم على أداء واجبكم كما هو يعني بسبب التوترات الحاصلة في المخيم؟ طبعا كما هو معروف اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون ظروف صعبة وقاسية على مدى عقود من الزمن، خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى نسبة 80%. وبالتالي هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون يعيشون ظروف صعبة وقاسية، يعيشون في مخيمات مكتظة ويعانون ما يعانون من اليأس والإحباط نتيجة كل هذه الظروف. وأتت الأحداث في مخيم عين الحلوة لتزيد من الأعباء على هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين. أنا كنت قد زرت خلال الأيام الماضية مركزين طارئين افتتحناهما في مدرستين تابعتين لنا لإيواء النازحين، حيث يسكن هناك أكثر من 600 نازح من سكان المخيم. كنت قد التقيت هناك بامرأة في العقد السادس من عمرها وتحدثت معي عن كمية وحجم الإحباط واليأس الذي تعيشه بعد عدة مرات من النزوح والخروج من المخيم بسبب الأحداث التي تحصل داخل المخيم. أيضا تحدثت إلى أحد الأطفال الموجودين داخل هذا المركز، مركز إيواء النازحين، وتحدث إلي عن حجم الإحباط واليأس أيضا الذي يعيشه، خصوصا أنه كان يخطط لقضاء عطلة صيفية مع عائلته ومع أهله، كل شيء تبخر أمام الوضع الذي حصل داخل المخيم. إذا مرة أخرى نحن معاناة جديدة، نحن أمام لاجئين يعانون من صدمات ومن أذى نفسي ناتج عن الظروف التي حصلت في المخيم. طيب كيف تقابل دعوات التهدئة التي تتقدمون بها للأطراف المتنازعة هناك يعني حتى تعود الأمور ربما لمجاريها أو أفضل على الأقل مما هي عليه؟ نحن كنا كما قلت قد دعونا خلال الأيام الماضية إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال داخل المخيم حتى نحمي المدنيين وحتى نستطيع القيام بالعمليات اللازمة والضرورية
المخيم. هنالك كان إعلان لوقف إطلاق النار، ولكن حدثت خروقات، وبالتالي نحن من جهتنا مستمرون بالدعوة وبالمطالبة بضرورة وقف فوري للقتال داخل. كنت معنا من بيروت فادي طيار المسؤول الإعلامي للأونروا، وشكرا جزيلا لك.